وسعيا لتنفيذ قانون الأمن الغذائي الخاص بالألف درجة الوظيفية من كل محافظة، بشرت ملكات ديوان محافظة صلاح الدين استقبال الخريجين الزراعيين والبيطريين ممن ظهرت أسماءهم لاستكمال قاعدة البيانات وانتظار النتائج النهائية بعد المفاضلة. في المقابل، طالب موظفو العقود في جامعتي تكريت وسامراء بمحافظة صلاح الدين الحكومة ووزارة المالية استكمال إجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم إسوة بباقي الوزارات، ويحمل مختصون تعدد الإجراءات والمراسلات والتوجيهات بين وزارات الدولة مسؤولية في تنفيذ قرارات الحكومة بتثبيت المتعاقدين، بدليل أن أغلب الوزارات لم تستكمل إجراءاتها رغم توفر التخصيصات المالية. اليوم جينا حسب القوائم اللي ظهرت البارحة بالليل على الانترنت، طلعت اسمانا احنا متقدمين على الف درجة وظيفية. انا خريج كلية الزراعة قسم المحاصيل الحقلية عبد الوهاب نمير سنة 2020-21. جينا نعمود نكمل الاجراءات حسب السياق، وكان التعاون يعني والسياق الحمد لله والشكر، وبقت ان شاء الله يعني سالفة التعيين حسب النقاط اللي راح تطلع منها اكثر نقاط، وان شاء الله حصلنا نقاط زينة. انا احد خريجات جامعة تكريت كلية الزراعة، البارحة ظهر اسمي بقوائم اللي نشرتها موقع محافظة صلاح الدين. جينا اليوم للموقع لاكمال الاجراءات وحصيل المفاضلة بين الخريجين والخريجات، وان شاء الله كل خريج ياخذ استحقاقه. الآلية التي اطلقتها الوزارة بالنسبة للالف درجة التي تخص المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين، نحن نشكرهم على هذه التغطية، بارك الله بهم، ونشكر القائمين على هذه على الأسماء والتسلسلات واتباع أحسن الطرق لتقديم الخدمة للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين. بتوجيه من محافظ صلاح الدين الأستاذ إسماعيل خضر هلوب، باشر كوادر ديوان محافظ صلاح الدين باستقبال خريجين المسجلة أسمائهم والتي تم النشر عليها من يوم أمس على الصفحة الرسمية لديوان محافظ صلاح الدين، وتم استقبالهم بانسيابية عالية من الساعة 8 صباحا إلى انتهاء آخر خريج.